يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تذكر نصوص الصفات عند العوام وتشرح لهم؟ نعم، تقرأ عليهم النصوص ويبين لهم عظمة الله سبحانه وتعالى. تقول الرحمن هذا فيه الرحمة، وأن الله رحيم بعباده، الغفور هذا فيه المغفرة، ما في شك إن هذا فيه مصلحة للعوام، فيه فائدة لهم، لكن ما تدخل في التفاصيل والخلاف مع الفرق الضالة، ما تدخل في هذا مع العوام. نعم.